فيها الفن الأصيل ننشر معها الفرحة بسمتنا ذي دليل جلستنا ما تنمل إلا الحجاج وخلي عنك الهواجيس كل يموت وحاجته ما قضاها بس واعلم ترى الدنيا تجارب وتقيس مالك ومال الخلق تطلب رضاها اي والله وشو له العالم يلاحقون الناس اللي يقول ابي خاطرك يطيب وابد وابد اطلب الله والله بيسهلها باذن الله. ما شاء الله جابك الله يا كم. تعال 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 وين وين كن رايح له؟ هذا اغراض كلام ماما جيب. وشو؟ اغراض كلام ماما جيب. اغراض كلام ماما جيب؟ ايوه. وانت على طول تجيب؟ هو كلام ولا فيه احم ولا دستور؟ ماما جيب كلام نروح نجيب اغراض. انا عارف اذا قالت ماما جيب اغراض وش اني قايل لك؟ مو هو باني قايل لك اول ما ماما تقول لك جيب اغراض تمر عندي وتوريني وش ورقه المقاضي؟ ورقه المقاضي؟ اي مو على هواك تشتري. اشتري. انت هنا سواق جايبينك من الهند مو هو على هواك تسوي. اسمع بقى عم نجيب اغراض. اسمع اسمع لا ترفع حسك لا الجنك على جبهتك الحين. وش انك جايب الاغراض هذه؟ خلنا نشوف. جيب تونه واجيب زبادي واجيب زيت. جايب القشطه؟ اي برضو اجيب قشطه. اي وكم جايب من قشطه؟ جيب انا اجيب خمسه قشطه. خمسه قشطه جايبها في البيت وش نسوي في القشطه؟ احنا نخليها نجمع ونخزن؟ ما كلام جيب. اسمع كم جايب قشطه؟ خمسه. خمسه. ترجع منها واحد اثنين ثلاثة أربعة ما بين إلا واحدة زين؟ وش بعد جايب؟ وش إنك جايب بعد؟ جيب زبادي. جيبون زبادي؟ أيوة نجيب زبادي. زبادي كم جايب زبادي؟ أنا أجيب الزبادي ممكن ثلاثة. وأنت على تغرف من المحلات تشتري أنا اللي أدفع ما هي بماما. بس ماما يضرب بعدين. ما فيه ما فيه ترجع لي أنا الزبادي رجع واحدة ثنتين وخل واحدة. وش بعد جايب تونة؟ جايب تونة. قطاوة الله العالم. صرنا قطاوة قلبنا قطاوة كم جايب انتونا؟ ثلاثة ممكن أربعة. مو هو بلا قايل لك بلدنا بلد صحراوي ما ما نحب التونة منا بناكل. ماما كلام يا شيخ. اسمع اسمع جايب ثلاثة تونة رجع ثنتين ما عاد أبي إلا واحدة. على هواك تشتري على هواك على مخك أنت قاعد تفكر وتفكر وتشوف وتعبي المقاضي وتشتري وتدفع وتجي ها؟ ماما كلام وجيب أغراضي وجيب ورقة كتب أغراضي وأنا أروح. اسمع ماما 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 شوف انا ما اوري ماما وانت الا العين الحمراء الله العالم هي اللي تنفع معكم. بعدين ماما فوق والله انا مشكله بعدين. اسمعني انتم ماما مو على هواكم. ماما ما بيضرب. اسمع ولا ترفع صوتك علي ترى ترى انا الحين اوريك شغلك. ايش فيك؟ انت تبيني اواسيك في الارض؟ الا وش رايك لو اقبرك في هالمجلس؟ لا تقابرني. تدخل موسوعه جنس. لا تدخلني. اول سواق يدفن في المجلس. لا تدفني. لا تدخلني لا تضربني. اسمع يا حبيبي خلك رجال وخذ المقاضي ولا عاد اشوفك هنا. يلا انقلع ورجع لي ومن كل نوع جبته. لا عاد تجيب الا واحده. انت وش عيراتك ذا اللي منبتهم على وشو؟ على وشو؟ على هالجمال ما شاء الله تبارك الله. اقلب الدرب وغير هذا ورقة ما تجيب شيء زود. الله يبارك فيك. طفرونا طفرونا. انا كل ما اشوف دراهمي كل ما ادور دراهم ما عاد في شيء الا بالمقاضي. الله لا يوفق ذا العدو. الشيطان الرحيم كات في وجع. أعوذ بالله. أعوذ من غضب الله. السلام عليكم. سلام ما شاء الله. من زائرنا ما شاء الله. أبو حمد. أبو حمد يا هلا وسهلا. جارنا الغالي. جارك الغالي. كتفي ذا اللي طلع والله كتف مو بقانوني. سلامة كتفك يا أبو حمد. تعال تعال الله يزديك. تعال منا يا ابو حمد تعال. يا هلا وسهلا ابو حمد. وشلونك؟ ابو سعد يا الله لك الحمد. سنك عارف اني جالس اتقهوى. اي والله اي والله. وش عندك مسير علينا اليوم؟ وش فيه؟ ام حمد ضاعت عند الجيران قلت اجي عندك شوي يعني ضيع الوقت. الله يحييك يا ابو حمد دارك وبيتك والجيران البعض ترى. اي والله اي والله قهوينا قهوينا. اي ابشر والله. شوف عاد هذا من الغلط اللي دايم يصير ان الواحد يعكس الشاي والقهوه. شاي اعوذ بالله. عادي تصير في احسن العوائل. والله مخك مو معك الله يعلم بشيء. لا لا ابو حمد انا ودي اسالك الا على طاري يوم انك انت وام حمد في الدار
ما ودك تقاعد ام حمد وتجدد شوي؟ قبل شوي كتفي راح فيها من اللي طلع ما بني شد انا، بعدين ام العيال ذي تاج راس يعني مين مهرب فيها؟ ابيك بس تاخذ ثانيه، سم بها والله خذ لك ثانيه وهذه التميرات وتوسع، ترى الدنيا تبي والاخره تبي والامور تبي تزين. بس والله يا ابو سعد انا ما اقدر، ابو ام حمد هذه ما اخذت من قلبي وشايلتني من الارض شيء، والله ما اقدر. اجل انت من النوع الحنين. الحمد لله عندي ام حمد مكفي اثنين، لكن ابغى اقول لك شغله. سم قل. الحين هذا اللي خلع كتفي الضعيف هذا كمار طالع من عندك ومتضايق وحال، وش فيه؟ هذا يا ابو حمد هذا ما يرفع ضغطي في هالبيت الا هو. يستاهل، تدري ان السواويق هالوقت ايش يسوون؟ هذول مدلعين. انت لو تمر من عند غرفه سواق تبي تشم ريحه نعناع ولا ريحه زنجبيل ولا ريحه فقس ولا دلع، هذا يبي له واحد يشد عليه عشان يمسك الجاده صح. يا ابو سعد هذا ضعيف، هذا مغترب، هذا ترك اهله وامله بالله ثم بكم. ما عليك منه، الضعيف ذا يستقوي علي وانا اللي جايبه بحر مالي. الله اكبر يا ابو حمد، عاد تقهوا ما عليك من هذول سواميق التوالي الاولين اللي على وقتي هم اللي وقتك ما شاء الله. عدال الحين هذول، شوف جاك هذا وجه بن فهره وصل، جاك وجه بن فهره. انا وامن بن فهره، انا قمر كلامي. اسكت ولا ترفع حسك. لا ابو سعد انا طالبك، كومار تعال اقعد تقهوى، تعال اقعد تقهوى. صار لسانه اقعد طوله، اقعد تقهوى، اقعد اقعد. لا اله الا يا اخي، انت نار الله، وش فيك انت يا ابو حمد؟ قد شفت سواق يرفع صوته على كفيله؟ لا حول ولا قوه الا بالله. التعامل باللين هذه هي الطريقه. ابد انت مزين شيء ولا قاعد ندافع عنك؟ ترى انا من اليوم يا حبيبي يا ابو حمد، هذا انا يجي سعوديه نفر كلام، كل نفر هنا مسلم، كل نفر هبه مكه مدينة، بس هذا أبو سعد كل مرة روح جيب أغراض، أنت ما يفهم، أنت ما يدري، أنت ما يدري، كل مرة يضرب. ما شاء الله، حب مكة ومدينة. تعال أوريك يا كومار، تعال، دام إنك حب مكة ومدينة أبى أختبرك. شوف يا أبو حمد، أنت كأنك حنيت معنا، قاعد لك حنيت. والله إنه ضعيف والله نايم. أبى أوريك. أسكت، لا ألبك. شوف أبى أوريك الحين، ابى اوريك وش هو، ضعيف ولا ما هو ضعيف؟ والله العظيم ان وجهه براءك، كل البراءه بوجهه. اي اسمع يا كومار، انت وين صليت العصر اليوم فيه؟ ما بنصر في الصلاه في مسجد. في المسجد ما شاء الله تبارك الله، والامام وش قرا في المسجد صلاه العصر؟ اول ركعه ولا ثاني ركعه؟ الاولى والثانيه. الاولى يقرا سوره الناس. ايوه، وهذا سوره الفلق الثاني. الصلاه شفت انك الدين منه وانت منه وتلعب بالصلاه، هذه صلاه سريه ما يسمع من المامومين شيء، الامام ما يسمع من شيء، بس انت بل عقلك ما هو في راسك، انت اشعارك ذا مغطي على عقلك. ثم انا قايل لك هذا يا ابو حمد مفشلني مع الجيران، يقولون انت جايب سواق ما يعرف الدين، ولا انت بغير جاسم في غرفتك تشاخر وفاق انكشرت. انا ما بجاخر. شو؟ انا ما بجاخر، انا على طول شغل، روح جيب اغراضي، تعال جيب اغراضي، رجع فتونه خلي خمسه خلي اربع. الا انت ما انت بتعرف من هالدين الا اسمه. شوف عاد، اسمعني عاد، شوف انا برجوك ان شاء الله لا يوفقك ولا يبارك فيك يا ابو سعد. والله ما بطريقه هذه يا ابو سعد، يا اخي ترفق الرجال هذا. شكرا ما شاء الله تبارك الله. الجيران قال لامك باجي بعد شوي. اي الرجال هذا يا انت الحين عكس صورة نبزينا عن عاداتنا وعن بلدنا وعن وش ذا يا ابو سعد؟ يا ابو حمد اي عكس صورة وش بلدنا وش ما بلدنا؟ هذول لازم يتربون ويتعلمون، هذول لابد نمسكهم الجادة ولا والله من بكرة يرقى فوق كتيفاتي. مهبول انت. لا قوة الا بالله، الله يهديك، والله يا قلبك حجر انت، والله يا قلبك. لا ابد يا بيلين، ما تخاف لا تخاف. ما شاء الله تبارك، عسى القهوة عجبتك ما شاء الله. طيبة. زينة؟ تراها بالهيل. طيبه. احنا نحرص نحط فيها هيل. هيل؟ اي اعوذ بالله، يقولون الهيل مو لا لا زين، اذا ما كثرت من طلع زين. ها اقول المعزبه ما بعد جت من الدار؟ ها معزبتك ما بعد وصلت من الدار؟ تقصد يا ابو سعد؟ اقصد شيء بس عاد يا ابو حمد، يوم انك عاد تقهويت وشربت ودقت الشيء، واقول
امسك الجادة حال. ها إيه. تطردني يا ابو سعد؟ لا ما هي بطرده، بطرده اجل وش؟ لا ما هي بطرده ذي، بس انا اقول العصرية مهم كلها قهوة وشاهي، فيها سوالف وفيها قهوة وفيها شاهي وفيها مشي. والله اني من يوم ما شفتك تعامل الضعيف بهالطريقة دريت انك اعوذ بالله قلبك جبل ذا مو بحجر ذا. يا ابو حمد الله يسمعك، اسمع يا ابو حمد عاد شوف انت عاد يقولون زر غبا تزدد حبا، لا تجي كل يوم وتمر وتدور قهوة وتشمشم عندي قهوة وشاهي وتشرب شاهي وتشرب قهوتي ثم تربض عندي اقضب الدرب. الله يشرها مو بعليك يا ابو سعد، علي مسوين فيك خير يرد عليك الحكي، ما حولك احد تنجن لحالك، لكن الشرها مو عليك علي. ابو حمد اعوذ بالله، ابو حمد تمن علي بفنجال. ابو حمد شفت الباب وين حاطينه؟ يكفي اربع اشخاص يطلعون معه، احاول واليوم مسوين عرض يطلع معه واحد. وش العلوم هذه؟ ما هنا علوم الا علوم الغانمه، اضرب الدرب. تمزح انت يا ابو سعد ولا جد؟ ابو حمد اقول خلاص تراك عاد مسختها يا ابو حمد. اعوذ بالله. ابو حمد شوف الدرب وشوف الباب، لا عاد اشوفك. والله انك لا عاد اشوفك ابو حمد، غفيت. الله يقلع الشيطان. تقلع يا ابو حمد يلا. والله تقلع لكن ما بجاي بعد اليوم. لا عاد تجي، الله اكبر يلي انا مشتاق لك، بقعد ادورك واحلم فيك واقعد ادور اقول وين ابو حمد وين ابو حمد وشبيبك انا ريحة مروحة. ولا يوفد العدو، لا جيب تجيبها من كومار ولا تجيبها من ابو حمد ولا من الجيران، صاحي ولا مو بصاحي؟ الله لا يوفد له، خلص قهوتي يشرب ويتقهوى وكل ما فضى مر علي وكل ما فضى جاني وكل ما طق له عود طق الباب وقال ها قلطنا. الله لا يوفد. الله الواحد ما عاد يلقى السعة والراحة إلا في داره ولا في بيته. القهوة المضبوطة ما شاء الله، أوف هذا اتصال، خلنا نشوف يمكن رزق ولا شيء. أي ما شاء الله. اي عليكم السلام، هلا. الله يحييك. اي وش هو؟ وينكم فيه؟ وين؟ جاي جاي الحين جاي، ثواني ثواني. ايش فيه؟ انا لله وانا اليه راجعون، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وش يا ابوي امسك مع الرجال؟ ماسك ماسك زي الناس، الله المستعان. هذا هذا مو هذا مو سواق ابو سعد الشيب؟ ايوه سواق ابو سعد هذا. لا حول ولا قوه الا بالله. خليه بتث 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 بتث، نزلوا هنا خليه، يمكن يكون في كسر ولا شيء لا سمح الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش صار فيك انت؟ اجاك اجاك ايش ايش على الرجال؟ ايش 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 بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوه الا بالله، يوم شفت السياره تشيل فوق. ايش فيك؟ ايش فيك؟ حي الله ابو سعد. هذا سواق ابو سعد. كومار وش فيه؟ هذا سواق سيارة في أول الشارع. شعله يفطس. لا يا شيخ لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه بلا هو غافل يرفع ضغطي، شعله يفطس. استغفر الله استغفر الله. تحسن بالموت؟ استغفر الله. بردت رجليك بردت؟ اتق الله اتق الله يا شيخ. أقول خليها تفهم، جبتوا له إسعاف؟ جبتوا له شيء؟ كلمنا الإسعاف. كلمتوا الإسعاف؟ يعني إن شاء الله بينقذونه. بس خاف الله فيه يا شيخ. ما يخالف خليني بس. كومار تعال يا ما اقول دراهمك اللي هي عندك انت حاطها تحت مخده اللي توديها لبابا وماما. الرجال بيموت يا شيخ استغفر الله. فكر 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 اردعك اموتك انا صدق بابا. اي علينا انا اموت. اي وماما وبابا الله موجود، بس علينا انا اموت انت بعدين مشكله كبيره. انا علينا موت خلاص تموت بعدين، انا كلام الله فوق، انت ايش تسوي؟ كيف تروح؟ كيف خلي؟ كيف ودي؟ انت مسؤول علينا انا موت خلاص يا كومار. الحين بس ابيك منك كلمه راس قبل الموت، دراهم تجديد الاقامه معك. استغفر الله يا ابوي. الرجال بالحياه والله، الرجال بيموت، الرجال بيموت. انت تقول زي كذا؟ شكله مات. استغفر ربك يا اخي، شكله مات الرجال. وانت قاعد تقول فلوس ما فلوس. كومار كومار صلي على النبي ابو سعد، اذكر الله يا كومار. لعبه وحكمه يشهدها واقعنا، نسعى نبغى الانجاز.